ما يضيفه حول هذه النقطة. ياسين. نعم طرق إليك الخبر. المعلومة الرسمية إذا تحصلنا عليها، اللقاء سيلعب رسميا وسيعود اللاعبون من جديد للقيام في فترة ربع ساعة يعني بعملية الإحماء، ثم مباشرة تنطلق المباراة. يعني الكاف فصلت في هذا الموضوع لمبررات. أبدأ بالمبرر الأول، أنه الأمن هو من قرر إنزال الجماهير إلى أرضية الميدان لسبب واحد، هو اكتظاظ المدرجات بالأنصار يعني، وبداية حدوث حالات إغماء وإصابات وسط الأنصار، وبالتالي تجنبا لمثل هذه الإغماءات وحالات الإصابة فضل القيام بعملية إنزال الجماهير تفاديا لهذه الإصابات. إذن اللاعبون كما تشاهدون مشاهدين على المباشر سيدخلون أرضية الميدان. نعم. بونكوراش كوتش سيدخلون أرضية الميدان وفاكاني ليجر. نعم سيدخلون إذن أرضية الميدان للاعب هذه المباراة وسط تصفيقات الجماهير الغامبية، لتدخل الجماهير اللاعبون الجزائريون أرضية الميدان لمتابعة هذه أو للعب هذا اللقاء. رسميا اللقاء سيستأنف. نعم محافظ اللقاء الذي المغربي يعني استقيت منه هاته. نعم سأحاول إن أمكن. سخر دينزاتشي تلعب الماتش، تلعب المقابلة إن شاء الله. هذا القرار تاع مراقب المقابلة، وإحنا حملناه كل مسؤولية لأن الظروف الأمنية غير موجودة يعني في الملعب، وإحنا ولكن أنا فرحان بال رياكسيون تاع لي جوار اللي خذاو كما قال لك هذا القرار تاع المراقب تاع المقابلة بكل رجولية، وراهم إن شاء الله دخلوا الميدان، وإحنا الحمد لله تكلمنا معاه حتى ولو الوقت عذرا انقطاع. تكلمنا معاه وفهمناه باللي الظروف الأمنية غير موجودة تماما داخل الملعب، ولكن هو بعد ما تكلم هاتفيا مع المسؤولين في مصر في الكاف خذ القرار الأخير باش يلعب المقابلة. احنا اليوم فوق الميدان راح نلعبوا المقابلة رغم الظروف الأمنية الغير موجودة، وبعد هذا المقابلة راح نديروا يعني ملف ونديروا دفتر للكاف باش نعلموهم سواء ربحنا او انهزمنا، يعني القرار راح نديروه والملف راح نبعثوه. هو خذا قرار بان يسرى اي يعني دخول تاع مناصر الى الميدان يوقف المقابله، وحنا دخلنا بهذه الظروف، ولكن انا مصرر بان يعني الظروف الأمنية غير موجودة، ولكن الحمد لله اللاعبين نراهم ذهنيا واجدين إن شاء الله. هل حان الوقت، هل حان الوقت الآن لتغيير الذهنيات؟ لاعبين يلعبوا في ظروف كما هذه أول مرة في الجزائر غير مقبول. لا هذا الشيء نعرفوه بأن غير مقبول، ونتمنى باش يعني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم راح ياخذ القرارات اللازمة، لأن يعني ما نقدروش يعني في 2018 وبعد وبما ان يعني كما نقولوا احنا لا ريغلومونطاسيون كافي تري كلير. اليوم رانا تعدينا الوقت القانوني ب 45 دقيقه، ولهذا احنا ماناش فاهمين كيفاش مراقب المقابله يعني خذا هذا القرار، ولكن في الاخير احنا في الاخير لازم علينا نطبقوا القرار الاخير تاع السيد المراقب. انه محافظ اللقاء اكد لكم في حال عدم لعبكم المباراه راح تكون عقوبه قاسيه عليكم. حقيقه انا قلت له إذا ما رفضنا احنا نلعبوا في هذه الظروف، قال لي تتحمل المسؤوليه نتاعكم كفريق، وحنايا ماناش ما جيناش الى غامبيا باش غدوه يطبق علينا يعني قرارات عدم يعني البغي نتاعنا باش نلعبوا المقابله. هو مسؤول عن المقابله، احنا فهمناه وشفنا عده مرات بان الظروف الامنيه غير موجوده، ولكن في الاخير يتحمل المسؤوليه نتاعو. وشكرا.
إذن زميلي ياسين، قرار لعب هذا اللقاء حاسم بالنسبة للكاف. اللقاء سيلعب، خيردين زاتشي قال نحن هنا للاستجابة لمطالب الكاف بلعب هذه المباراة، ليس خاصة هو تحفز كثيرا بإرادة اللاعبين الذين قالوا له بدون أي إشكال سنلعب هذه المباراة وسنفوز بها بحول الله. هذا ما نتمنى إذن، خاصة وأن الجماهير الغامبية حيت كثيرا المنتخب الجزائري. زميلي ياسين، إذن في بعد 10 دقائق من الآن ستنطلق هذه المباراة الماراثونية التي انتظرها الجمهور الجزائري لتمتد إذن إلى ساعة أخرى. شكرا لك طارق مفليح، مفد قناة الجزائر نيوز إلى ملعب الاستقلال. الرسالة كانت واضحة وواضحة جدا، مثل ما تحدثنا عنه خيردين زتشي يرفض لعب المباراة، ولكن القرار اتخذ